بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خالد أفقي، المدير الإقليمي لوزارة الثقافة. في إطار أشغال ترميم معلمة قصر البحر الشطر الأول اللي كيهم ترميم القسم الشمالي الشرقي من هذه المعلمة، تم الانتهاء اليوم من ترميم الجزء المتضرر المطل على المدينة العتيقة، وذلك تزامنا مع فعاليات المهرجان الوطني، الدورة 22 من المهرجان الوطني لفن العيطة، وأيضا تزامنا مع انطلاق موسم الصيف على مستوى مدينة أسفي اللي كتعرف واحد الإقبال نظرا لتميزها كواجهة بحرية وطنية وأيضا لتميز ساحلها. خلال الأعمال ديال أو أشغال ترميم تم اكتشاف بأن المدينة كاملة كانت مصورة، وبأنها كان صور من برج الرباط كيمتد مربوط بقصر البحر، وكان باب الرباط اللي تم إزالة ديالو خلال فترة الحماية الفرنسية. فاحنا كنحاولوا يعني ردوا الامور الى الاصل ديالها، او من خلال ترك اشارات اللي كتبين هذه الامور. ففي خلال هذه عمليه الترميم تم الحفاظ على الاصاله ديال المعلمه وتتمين مختلف العناصر المعماريه اللي كانت متواجده بهذه المعلمه. بالنسبه للمواد اللي استعملت في عمليه الترميم، يمكن لك تحدث لنا عنها؟ بطبيعه الحال لاول مره كيتستعمل في معلمه قصر البحر الجير المائي. هذا الجير المائي هو مقاوم للرطوبة الشديدة ولمياه البحر وللملوحة، واللي غيخلي أن هذا الترميم يمتد عشرات السنوات بل مئات السنوات. بالنسبة للتكلفة باش المواطن يعرف شحال خاصة؟ دونك بالنسبة للتكلفة ديال الشطر الأول تقريبا شي 3.36 مليون ديال الدرهم اللي كتم الشطر الأول في انتظار تدعيم الواجهة البحرية وإعادة بناء الجرز المنهار على مستوى الواجهة البحرية إن شاء الله في الشطر الثاني من خلال أعمال ترميم إن شاء الله. شكرا. مرحبا.